Bonjour, la leçon d'aujourd'hui c'est exemple de quelques matériaux utilisés dans la vie quotidienne. أمثلة لبعض المواد المستعملة في الحياة اليومية. خلال هذا الدرس سوف نتعرف أولا على الفرق أو نميز بين الجسم والمادة. On va distinguer entre un objet et un matériau. ثم بعد ذلك سنتعرف على بعض المواد وعلى مميزات بعض المواد. Les caractéristiques de certains objets, bien de certains matériaux. Et aussi, on va connaître les types des matériaux. وأيضا التعرف على أنواع المواد. وكذلك يمكننا أن نميز بين مادة أو مواد تنتمي إلى نفس الصنف. Dans notre vie quotidienne, on utilise certains objets. Par exemple, des bouteilles, qininettes, des verres, couus, des marteaux, la fenêtre, la porte. On peut trouver certains objets. Donc, في حياتنا اليومية نستعمل أو نجد عدة أجسام يمكنها أن تؤدي وظيفة معينة. مثل قنينات، كؤوس، نافذة، باب، كرسي. هذه الأجسام تتكون من مواد مختلفة. مثلا الباب يتكون مثلا من خشب، من زجاج، من حديد، من ألومنيوم. إذن الحديد والخشب والألومنيوم هي عبارة عن مواد تكون لنا الجسم اللي هو الباب. La fenêtre أو النافذة تتكون من ألومنيوم، من حديد، زجاج، ربما خشب. إذن فالخشب والزجاج والألومنيوم عبارة عن مواد تكون لنا النافذة. دونك من هنا تظهر لنا أو يظهر لنا الفرق بين الجسم والمادة. Un objet il se constitue de plusieurs bien d'un matériau ou bien de plusieurs matériaux. يعني أن الجسم يمكن أن يتكون من مادة أو من عدة مواد. إذا عندما ذكرنا المواد فإننا ذكرنا الحديد، ألومنيوم، الذهب، الفضة، النحاس، الزجاج، الخشب، البلاستيك، القطن، الصوف، ورق. هذه بعض المواد التي تدخل في تركيب بعض الأجسام التي نستعملها في الحياة اليومية. الآن سوف نقوم بتصنيف هذه المواد. Donc, lorsqu'on dit le fer, l'aluminium, l'or, l'argent, le cuivre, donc هذه المواد تصنف ضمن صنف الفلزات أو المواد الفلزية. Ce sont les métaux. Donc, ce sont les métaux. Métaux. أو الفلزات. بالنسبة لي الخشب، البلاستيك، القطن، الصوف، الورق كلها تصنف ضمن صنف المواد العضوية. matière organique. donc كيبقى لي الزجاج فهو يصنف في صنف لوحده يسمى صنف الزجاج أو المواد الزجاجية. دونك لتصنيف المواد نلجأ إلى ثلاث أصناف: le verre, les métaux et les matières organiques أو المواد العضوية. إذا الآن سوف نقوم باستخراج بعض مميزات هذه المواد أو هذه الأصناف من المواد. Par exemple, si on dit, par exemple, le fer ou bien l'aluminium ou bien le cuivre, هذه المواد التي سميناها الفلزات تتميز كلها لديها بعض المميزات مشتركة. تتميز بكونها مواد موصلة كهربائية. دونك الحديد موصل كهربائي، سي ان كونديكتور الكتريك. الالومنيوم ايضا، لو كويفر او النحاس كلها عبارة عن موصلات كهربائية، وكذلك فهي موصلات حرارية. بالنسبة لبعض مميزات اخرى للفلزات، نقول ان الفلزات هي مواد تقاوم التصادم
il résiste au choc. ما معنى تقاوم التصادم؟ تقاوم التصادم يعني أنها غير حساسة، لأن عندما مثلا تسقط قطعة حديد أو عندما تصدم قطعة حديد فإنها لا تكسر بسرعة، على عكس الزجاج مثلا. الزجاج فهو عبارة عن مادة لا تقاوم التصادم، يعني أنها سهلة التكسر أو سهلة التكسير. أيضا بالنسبة لهذه المواد دائما فلزات، فهي موصلات حرارية. موصلات حرارية يعني أنها توصل الحرارة بشكل جيد، موصلات جيدة للحرارة. هي مواد معتمة لأنها ليست شفافة. Donc ce sont des objets des matériaux qui sont opaques. على عكس بعض أنواع الزجاج التي تكون شفافة. عندما نمر مثلا إلى الزجاج، الزجاج كما قلنا فهو سهل التكسير، donc il ne résiste pas au choc. il est fragile. il est un isolant électrique. لأنه لا يوصل التيار الكهربائي. il est un conducteur thermique, mais il est de faible conductivité. هو موصل حراري لكنه رديء، لا يوصل الحرارة بشكل جيد، ليس كالفلزات. بالنسبة للمواد العضوية، المواد العضوية كما قلنا هناك مثال خشب، بلاستيك، قطن، صوف، ورق، ويمكنها أن تتميز بكونها المواد القابلة للاحتراق. هي المواد التي تكون سهلة الاحتراق. من بين المواد البلاستيك، من بين المواد العضوية التي سندرسها هذه السنة هو البلاستيك، لكونه أكثر المواد استعمالا في الحياة اليومية. دونك غناخذو البلاستيك ونعطيو صنف لوحده اللي هو المواد البلاستيكية. دونك في تصنيف المواد سوف نأخذ الفلزات، الزجاج، والبلاستيك. بدلا من أن نأخذ صنف المواد العضوية سنأخذ فقط بلاستيك لكونه الأكثر استعمالا. دونك غيكون عندنا ثلاثة ديال الأصناف ديال المواد كي سون لي ميتو، لو فيغ، اي بلاستيك، أو المواد البلاستيكية. بالنسبة للبلاستيك ما هي مميزاته؟ هو عازل للكهرباء، عازل للحرارة، إيزولون إلكتريك، إيزولون تيرميك. هو مادة بعضها يقاوم التصادم والبعض لا، البعض من أنواع البلاستيك يكسر بسرعة والبعض يقاوم التصادم. هي عبارة عن مواد بعضها شفاف. بالنسبة للبلاستيك هناك بعض أنواع البلاستيك تكون شفافة، وهناك بعض أنواع البلاستيك التي تكون معتمة. دونك هذا بالنسبة لتصنيف المواد. الآن سوف نمر إلى كل صنف من هذه المواد، مثلا صنف الفلزات. كيف نميز بين المواد التي تنتمي لنفس الصنف؟ إذا هنا سوف نبدأ بالفلزات. إذا للتمييز بين المواد من نفس الصنف، مثلا نأخذ صنف الفلزات. إذا أخذنا مثلا أربع قطع من الفلزات، هنا لدينا الحديد، الفخ، الألومنيوم، الكويفر، والزنك. أول شيء لنميز بين هذه القطع، أول شيء نلجأ إليه هو اللون. نلاحظ أن كل من الحديد والألومنيوم والزنك هي عبارة عن فلزات لونها رمادي. تختلف درجة اللون لكن كلها تتميز بلون رمادي، إلا النحاس الذي يتميز بلون أحمر آجوري أو أحمر برتقالي، يميل إلى البرتقالي، نقول أنه أحمر آجوري. إذن للتمييز بين هذه الفلزات يتميز النحاس بلونه الأحمر الآجوري. دونك يمكننا أن نعرف النحاس par sa couleur rouge brique ou bien rouge argenté orangé afwan. Donc ahmar ajouri ou ahmar portugali. Donc هنايا ناخذ ما تبقى من الفلزات، مثلا عندي لو زنك، عندي الالومنيوم، عندي لو فير. دونك هادو كيفاش ممكن نميز بينها؟ دونك خاصية اللون قدرنا نميزو بها لو كويفر، ولكن بقى ليا هاد ثلاثة ديال لي ميتو لي ما عنديش فرق بين اللون ديالهم، أو بلوز أو موا يعني اللون الألوان ديالهم كتكون متقاربة. دونك هنايا خصني نشوف شي خاصية وحدة أخرى. دونك الخاصية اللي غنعتمد عليها هي
الخاصيه المغناطيسيه دونك كنعتمد على واحد ليمو اولا مغناطيس دونك كنستعمل مغناطيس للتمييز بين باقي الفلزات. حنا كنعرفوا ان كاين بعض الفلزات اللي عندهم الخاصيه المغناطيسيه يعني انها تنجذب الى المغناطيس. هنا حنا كنعرفوا ان اشهر الفلزات التي تنجذب الى المغناطيس هو الحديد. دونك هنا الحديد عندما نقربه الى المغناطيس فانه ينجذب. الالومنيوم والزنك لا. دونك هنايا غير خصنا نعرفوا ان ماشي فقط الحديد من بين الفلزات ماشي فقط الحديد هو الذي ينجذب الى المغناطيس. لدينا ايضا بعض الفلزات الاخرى التي تنجذب الى المغناطيس اللي عندهم هذه الخاصيه هذه. مثلا عندي لو كوبالت عندنا لو نيكل اوسي. الو هنا لتمييز الحديد فاننا نستعمل خاصيه المغناطيسيه فالحديد ينجذب الى المغناطيس. شنو كيبقى لي في الاخير؟ كيبقى لي الالومنيوم اي لو زنك. كيفاش ممكن نميز هاد جوج ديال لي ميتو؟ دونك عندي الالومنيوم اي لو زنك هاد جوج ديال القطع تقريبا الالوان ديالهم متشابهه لانهم بجوجهم كيكونوا عندهم لا كولور غريز. الو هنايا شنو كندير؟ كنحاول انني نشوف لاماس فوليوميك او الكتله الحجميه ديال هاد القطعتين بجوج. دونك الا كانوا القطعتين بجوج عندهم نفس الحجم يعني كلهم بجوجهم قد كنلقاو ان وحده خفيفه على الاخرى. وحنا عندنا واحد لو طابلو اللي كيعطيني لي ماس فوليوميك ديال لي ماتيريو كنعرف ان الالومنيوم هو اخف هذه الفلزات. الالومنيوم هو اقل كتله حجميه عنده من بين الفلزات الاخرى. الوغ ملي كنشوف القطع اللي عندها نفس الحجم كنلقى الاخف فيهم هي الالومنيوم. دونك هذا هو اخف سي لو بلو ليجي هو الاخف سي لو بلو ليجي من بين الفلزات بربعه. الوغ هنايا الكبير كنعرفو باللون ديالو الاحمر اجوري، لو فا كنعرفو بواسطة الخاصية المغناطيسية، الالومنيوم كنعرفو بخفة كتلته يعني ان الكتلة الحجمية ديالو هي اصغر من بين الفلزات اربعة. الوغ هذه الطريقة باش كنميزو بين المواد من نفس الصنف اللي هو صنف الفلزات. والان ننتقل الى التعرف الى كيفية التمييز بين المواد من نفس صنف البلاستيك. اولا يجب التعرف على ما هي انواع البلاستيك الاكثر استعمالا. دونك لدينا لو بي او بولي ايثيلين، لو بي اس بولي ستيرين، بي في سي بولي كلورور دو فينيل، بي او تي بولي ايثيلين تيريفتالات، اون ا لو بي بي بولي بروبيلين. دونك بالنسبه للبي او لدينا نوعان PE HD يعني بوليإيثيلين دو باس دونسيتي يعني كثافته صغيرة أو منخفضة، PEHD دو هوت دونسيتي يعني كثافته كبيرة. ألوغ بالنسبة لكيف نعرف ما إذا كان لدينا جسم يحتوي على PE أو PS أو PVC فإننا نجد هذه الرموز. مثلا PET نجد دائما هذا الرمز ديال ريسيكلابل مع واحد لون لو شيفر اللي هو 1 2 هو البي او بي دي 3 سي بي في سي 4 سي بي او اتش دي اي 5 سي لو بي بي 6 سي لو بي اس. الوغ هادو هما اكثر انواع بلاستيك استعمالا في لومبالاج وفي الحياه اليوميه. دونك الان سوف نتعرف على كيف يمكننا التمييز بين هذه الانواع من البلاستيك. اذا للتمييز بين بعض انواع من البلاستيك هنا ناخذ PE PS اي بي في سي، ناخذ ثلاث قطع من هذه الانواع من البلاستيك. لو بروميير تيست كيتسمى لو تيست دو فلوتابيليتي او رائز الطفو. ناخذ بحيث ناخذ كاس من الماء العذب ان فير دو دوس وكاس اخر او حوض اخر من الماء المالح لو سالي. نضع القطع الثلاث داخل الكاسين معا فماذا نلاحظ؟ نلاحظ ان قطعه البي في سي كما تلاحظون تغوص في الكاس الاولى وتغوص في الكاس الثانيه. دونك لو بي في سي il coule dans l'eau douce et il coule aussi dans l'eau salée يغوص في الحالتين. لدينا البي او يطفو
في حالة الماء العذب والماء المالح. الماء العذب هو الماء العادي، دونك ماء العذب ويطفو أيضا في الماء المالح. لدينا قطعة البي اس كما ترون، فهي تغوص في الماء العذب وتطفو على الماء المالح. دونك إذا كانت عندي واحد القطعة إكس، واحد القطعة إكس وضعتها في الماء العذب فغاصت، يعني هبطت لتحت، ألوغ هاد القطعة هذه غتكون يا إما البي في سي يا إما بي اس. ولكن إلا درناها في الماء المالح فطفت، كنعرف أن هاد القطعة هذه هي البي اس. دونك ملي كتكون عندي واحد القطعة ديال بلاستيك وبغيت نعرف واش هي بي اس أو بيان بي أو أو بيان بي في سي، ممكن نستعمل هذا الرائز هذا اللي هو الماء العذب والماء المالح. دونك لدينا طرق أخرى للكشف عن أو للتمييز بين هذه المواد البلاستيكية. لدينا هنا لو تيست دو لا فلام أو رائز اللهب. دونك هنا كناخدو أن بيك، كناخدو واحد الموقد، عادة الموقد في الاحتراق الكامل كيكون اللهب أزرق. نأخذ قطعة من البي في سي، قطعة من بي أو، قطعة من بي إس. غالبا كناخدو واحد الإبرة من نحاسية هي اللي كناخدو بها هاد القطع هادو بعد تسخينها بيان سور، ثم نضعها فوق اللهب. فبالنسبة للبي أو والبي في سي لا نلاحظ، بالنسبة عفوا للبي إس والبي أو لا نلاحظ أي تغيير هنا، لكن بالنسبة لقطعة البي في سي، البي في سي نلاحظ أن، دونك هنا أثناء استعمال البي في سي نلاحظ أن لون اللهب يصبح أخضر كما ترون هنا. إذن للتعرف على قطعة البي في سي يمكننا أن نستعمل هذا الرائز فيصبح لون اللهب أخضر. لدينا رائز آخر اللي هو كيتسمى لو تيست أو رائز الذوبان في الأسيتون. دونك الأسيتون هو مادة، هو مادة كيميائية تستعمل غالبا في الميدان الطبي. هذه المادة تعتبر مذيبة، بعض الاستعمالات ديال الأسيتون هي مزيل طلاء الأظافر كما تعلمون. مزيل طلاء الأظافر هو عبارة عن مادة نضعها فوق الطلاء فتذيب ذلك الطلاء، يمكننا أن نزيله بسهولة. دونك هذه هي مادة الأسيتون. دونك نأخذ كمية من الأسيتون نضع فيها كل قطعة على حدة، فنلاحظ أن PE لا يقع له أي تغيير، PVC أيضا، وبالنسبة للPS فهو يذوب في الأسيتون. دونك لتمييز قطعة PS فإننا نستعمل الأسيتون، فهو القطعة الوحيدة من بين القطع الثلاث التي تذوب في الأسيتون. دونك هذه الطرق يمكننا أن نميز بين PE و PS و PVC.